بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهاردة إن شاء الله هنشتغل فيديو جديد عبارة عن من ضمن الفيديوهات اللي هي القصيرة اللي يعني بتشجع على لعبة التنس. معانا النهاردة هنتكلم عن حرق الدهون في التنس الأرضي. حرق الدهون مهم جدا، لأن طبعا في الشرق الأوسط خاصة في الدول العربية بتاعتنا بنزيد زيادة يعني مهولة، فبالتالي لعبة التنس من الألعاب الجميلة اللي هي بتساعد على حرق الدهون. إزاي؟ لعبة التنس لما بتؤدى ممارسة لعبة التنس بتؤدي إلى تقوية عضلة الساقين، بتخلي عضل الساقين قوي جدا، والذراعين والأفخاذ بتخليهم جامدين، ومما يعمل على إذابة الدهون المتراكمة، لأن كل جهد لعيب التنس بيبقى على الساقين وعلى الأفخاذ. وتلاقي حول هذه المناطق في عند الافخاذ وفي ناحيه الساقين بتخلي العمليه يعني على شكل انها منحوته، يعني من كتر اللعب من كتر الضرب تلاقيها نازله الدهون، يعني يكاد شبه انها متشاله خالص من هذه المناطق. اذا نقدر نقول ان حرق الدهون في التنس الارضي من ممارسه اللعبه بيقوي عضل الساقين والذراعين والافخاذ، ومما يعمل على ازاله الدهون المتراكمه حول المناطق اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الفخذين ومنطقة الساقين، من ضمن المناطق اللي هي تملي بتربي دهون. التنس عندنا بيحاول ان هو يقضي على هذه الدهون. شكرا وإلى اللقاء.